مش مسموح يكون في طبيعه هالقد حلوه مثل بونتو الا بفلورنس بتوسكاني بايطاليا، ومش مسموح يكون في عنا باماكن اخرى بعد الشوازات وباماكن اخرى الناس هي ما بتخلي الاشياء اللي عم بتصير حواليها تكون حلوه. وقفتنا سريعة عن مطار وعن مطار بيروت تحديدا، مش عم نحكي عن الإداريين هالمرة، عم نحكي عن بعض الأشخاص يلي بيعملوا إشياء شوي غريبة ما بتشوفوها إلا للأسف بلبنان. الويل شير أو كرسي الجوال هو للأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة أو للمقعدين، هو مش لينقل أمتعة وحاجيات، وكتير أوقات بيبقى الشخص مريض وعم بيتعب وعم بيعاني تيتنقل. ولكن هيك بإحدى الرحلات شفنا الويل شير اللي هي مخصصة للاستعمال الطبي عم تستعمل كترولي، وكان هالشي لافت للنظر، حبينا نحطها من ضمن مش مسموح، لأنه إحنا مش بس منغطي مش مسموح على الطرقات، منغطي وين ما بتصير المحركات وين ما بيصير في شيء له علاقة بتغطياتنا للأحداث. تفرجوا. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.